Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Sarah on Break. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, and in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, President of the Supreme Council for Youth and Sports, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, and the First Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority, and President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, received at Sakhir Palace people from the Emirate Government on the occasion of the Holy Month of Ramadan and his his majesty's keenness to meet with the bahraini people, the people greeted his majesty the king and expressed good wishes on this occasion and wished his majesty the king good health and happiness and for bahrain and its people many happy returns. they also expressed thanks and appreciation to his majesty the king for his keenness to enhance communication with bahrainis and his care for the government and his keenness to meet the aspirations of its people. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عيسى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وكل عام وانتم بخير خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نحن سعداء باستقبالكم في هذه الليلة الفضيلة من شهر رمضان المبارك لنرحب بكم ولنستبشر معكم العودة الحميد لوصلنا الجميل بأهلنا وأحبتنا فلله الحمد والمنة على عظيم لطفه وقضائه فهو مبدل الأحوال لأحسنها بفضله ورحمته وفي مقام شهر الخير والبركات الذي يهل علينا بنفحات السماحه والمحبه والاخاء وبمعانيه الساميه المهذبه للنفوس والداعيه للاخلاص في العمل لنفع العباد واعمار الارض نود ان نعرب عن خالص تمنياتنا لشعوب العالم اجمع بالمزيد من الاستقرار والرخاء وخصوصا للشعبين الصديقين في الاتحاد الروسي واكرانيا لتجاوز خلافاتهما للوصول الى تفاهمات سلميه تقوم على حسن النوايا وبما يحفظ مصالح الجميع ويعيد الامن والاطمئنان لشعوب المنطقه وندعو جميع الدول والمجموعات الدوليه للقيام بدور بناء لحل الخلاف وعلى المساعده للوصول الى اتفاق يضمن الامن القومي لجميع الدول ويعيد السلام والاستقرار للمنطقه ان ضمان الاستقرار العالمي هو امر تلتزم به مملكه البحرين عبر علاقاتها الخارجيه ومبادراتها الانسانيه كما تعمل بشكل حثيث على تعزيز تحالفاتها الاستراتيجيه وشراكاتها التجاريه مع دول العالم دون استثناء وهو نهج لن نحيد عنه بعون الله فمن خلال هذه السياسه البحرينيه الثابته والواثقه سنبقى على الدوام دعاه للوئام والسلام وسنسعى جاهدين لمد يد العون ما استطعنا لذلك سبيلا وفي الختام نكرر ترحيبنا بكم ودعائنا الخالص بأن يعيد الله علينا شهر الخير والبحرين وأهلها في أمن ورفعة ودوام استقرار وهذه هي رسالتنا ترحيبا بكم أيها الإخوة والأخوات وترحيبا بجميع أهالي المحافظات الذين سنستقبلهم في الايام القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمه اهالي محافظه المحرق يلقيها نيابه عنهم Dr. Malal Al Hamadi then delivered a speech on behalf of the people of Muharraq, where he expressed pride in meeting with His Majesty and congratulated him on the advent of the holy month of Ramadan, wishing His Majesty and the people of Bahrain many happy returns. He affirmed the people of Muharraq's loyalty and alliance to the Al Khalifa family, recalling the achievements made during His Majesty's era at the regional and international levels. He expressed the pride of the people of Muharraq in the governance achievements, development projects, infrastructure, and health facilities. And meeting the citizens' needs from various government services, including housing, social, and sports projects, he recalled his majesty's support in enhancing the national and cultural values system, which made Bahrain a model of tolerance, peaceful coexistence, and dialogue among all religions and sects. Al Hamadi also noted that thanks to the support of his majesty and her royal highness, the wife of his majesty, the king, and president of the Supreme Council for Women, Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, the Bahraini woman has occupied many higher positions locally yeah and internationally. He commended the advanced military and security levels of the National Guard, the Ministry of Interior, and recalled the sacrifices of those who lost their lives for the Kingdom. Al Hamad expressed pride in the role of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Imam bin Hamad Al Khalifa, and his leadership of Team Bahrain, which enabled Bahrain to overcome challenges and achieve an economic recovery policy, and His Royal Highness's leadership of the government at all levels. He expressed pride in the sports achievements made at the local, regional, and international levels of all.

أن يعبروا عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق على أرضها في عهد جلالتكم الزاهر من انجازات ومشاريع تنموية وبنية تحتية وصروح صحية وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الخدمات الحكومية، بما في ذلك المشاريع الاسكانية والاجتماعية والرياضية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إننا وبكل فخر نستذكر اهتمام جلالتكم بتعزيز منظومة القيم الوطنية والحضارية والتي جعلت من البحرين منارة للتسامح والتعايش السلمي والحوار بين كافة الأديان والمذاهب والأطياف حتى أصبحت واحة أمن وأمان لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن الغالي كما نالت المرأة البحرينية نصيبها الكبير في مختلف القطاعات بفضل دعم جلالتكم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالتكم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حيث تبوأت المرأة البحرينية العديد من المناصب العليا محليا ودوليا. سيدي إننا في هذا المقام نثمن عاليا مسيرة العطاء في قوة دفاعنا الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية من مستويات عسكرية وأمنية متطورة حيث سجلت هذه المؤسسات التي نفخر بها ملاحم وطنيه محل تقدير واعتزاز من الجميع ونستذكر بهذه المناسبه شهداءنا الابرار الذين سطروا اروع واسمى التضحيات في سبيل الذود عن تراب الوطن ولا يفوتنا ان نشيد ونعرب عن اعتزازنا بالدور الكبير لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فبفضل من الله ومن ثم جهود سموه واعضاء فريق البحرين الوطني استطاعت البحرين ان تتخطى كل الصعاب بالاضافه الى نهج سموه في تحقيق سياسه التعافي الاقتصادي وقياده سموه وحكمته المتميزه في اداره الحكومه الموقره على كافه الصعب ويشرفنا ان نفخر بما تحقق من انجازات رياضيه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكافة المنتخبات والفرق البحرينية فبفضل توجيهات جلالتكم ودعمكم للرياضة البحرينية ومن خلال السياسة المتميزة التي ينتهجها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيدي حضرة صاحب الجلالة هذه هي المحرك وهؤلاء هم أهلها الأوفياء باغون على العهد الذي قطعوه على أنفسهم وتشربت نفوسهم بشأن بذل العطاء بشأن مواصلة بذل العطاء والتضحية والوفاء والإخلاص في بناء الوطن وعزته وكرامته. دمتم جلالتكم ذخرا وسندا للمحرق ولكافة مدن وقرى البحرين وللمواطنين ولكل من يقيم على تراب هذا الوطن الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة تلقي الشاعرة موزة الله المنصوري قصيدة بعنوان تفداك لمحرق وأهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Then poet Vima الوجدان recited a poem for his master the king on the occasion. كل يشكر بطريقته وأنا أشكر بقصيدتي. جلالة الملك، شكراً على اهتمامك بالشعر كموروث شعبي هام. وشكرا على دعمك وتشجيعك الدائم للشعراء وللشاعرات باعتبارهم سفراء الكلمه. وشكرا على كل ما تقدمه للشعب البحريني الاصيل. وهذه الزياره طال عمرك كل اهالي المحرق ينتظرونها لين اصبحت علامه بارزه في هذا الشهر الفضيل. وبدوري ونيابه عن الجميع نقدم جل الشكر والامتنان والوفاء والولاء لجلالتكم من خلال هذه القصيده قلت سجل يا تاريخ الشعر منظومه الدر الثمين للمدركين ان الشعر للمنجزات خلودها تكتبني اشعاري سبايك صغتها للنادرين اللي وفاهم يعشق الطاله ويحكم طودها تمطر بلاغات الادب من غيمتي سحر مبين نور البيان اللي اتمناه العرب في سجودها الشعر وامجادك حمد وسط الحشا متلازمين يختار شعري لا دوت بين الحروف رعودها ربي عطاني من ضياه وصرت في حصنه مكين قلدني ورود الذهب والماس زان ورودها مركاي عزي والبلاغة مجلسي للواردين اللي هواهم يردون القاف من مورودها ليه المدحك يا حمد يا صل مداي الفرقدي أقلّط حروفي على أرضاك وتهلّ وفودها تهواك المحرق وترقب طلتك في كل حين أم المدن سميتها وتزينت بعقودها جملتنا بسخاك والجزله على الوافين دين ما يلحق جود الفوارس ليت تسابق جودها ملفاك عيد ويا عسانا فيه ضمن العايدين وشافتك عيدية وطن يحمل كبير وعودها تصعد وما معك تصعد صعود الواثقين يداحر الحساد بعزوم البلد وعضودها تبقى حمدنا قبلة وإحنا وراها حامدين ولا يحمد اللوافي البذرة ومكرم عودها تبقى حمدنا قبلة وإحنا وراها حامدين ولا يحمد اللوافي البذرة ومكرم عودها كل على ما هو تربى يارقى أو ما يبين وكل على نفسه بصيره ليفهم مقصودها ويبقى وطننا في عيون الطيب دار الطيبين ويبقى شعبنا عزوة للي يتمنى زودها دستورنا حب وسلام ونهجنا سلم ودين وعاداتنا فوق الجبال الشم يضوي جودها دستورنا حب وسلام ونهجنا سلم ودين وعاداتنا فوق الجبال الشم يضوي جودها متعايشين بطيبنا وبديننا متسامحين في دار لا فكر ولا مذهب فرق بعهودها بحريننا بين الأمم جنة تسر الناظرين وأخلاقنا فوق الشيم يسبق مطر هنودها دام الخليفة روسنا تبقى ونبقى آمنين وتبقى الجهود الراسيات مأمنات حدودها دام الخليفه روسنا تبقى ونبقى آمنين وتبقى الجهود الراسيات مأمنات حدودها ودامك ذرانا يا حمد نحمد إله العالمين لطفك سبق حزمك ونفسك للسلام تقودها الملك والسلطه مع التاريخ باسمك غانمين بحريننا باسمك رقت يا سعدها وسعودها اصعد على سلم نجاحك جاوز حدود اليقين ابعد من الممكن مقامك في عظيم جهودها يا ستره الاقدار يا ذخر اعتزت فيه السنين قالت حمد واعطيتها زود على منشودها ارفقت وانصفت القوارير وسبقت السابقين المراه في عهدك حمد ذقنا حلا عنقودها أرفقت وانصفت القوارير وسبقت السابقين المرأة في عهدك حمد ذقنا حلا عنقودها سادت على روس المناصب وفتحت للطامحين أبواب عزك يا حمد واستبشرت بحشودها نهديك باقات امتنان وحب وإحساس دفين لولاك ما طلنا القمم يا منصف مضهودها يلبسني البرقع شرف والبس عبات الفايزين يوم اني قدام الملك قافي تخايل عودها يلبسني البرقع شرف والبس عبات الفايزين يوم اني قدام الملك قافي تخايل عودها العود بحريني شعر وشعور وبمدحك يزين طيب ومدحك زاد طيبه والحروف شهودها تفداك لمحرق تفداك لمحرق تفداك لمحرق وهلها كلهم متعاضدين في طوع تاجك والأصايل ما تذل وعودها الله يحكمها على مراد خير الحاكمين والله يديمك يا حمد عند الشعب محمودها الله يديمك يا حمد عند الشعب محمودها <applause> His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa ratified and issued Law No. 10 of the year 2022 for mitigating the maritime law after the approval of the Shara Council and the Representatives' Council. The law stipulates that the provisions of the accompanying maritime law shall be enforced in a manner that does not conflict with the provisions of relevant international conventions and treaties and protocols enforced in the Kingdom the law of registration of ships and determination of safety law promulgated by decree law number 14 of the year 1978 and the maritime law promulgated by decree law number 23 of the year 1982 and amendments as well as any provisions that contradict the provisions of the accompanying law shall be repealed his Majesty the King's representative for humanitarian work and youth affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad al-Khalifa, expressed pleasure with the night battles winning first place in Linkfield Park, ri in the U.K., his Highness affirmed that this victory is considered a distinguished model for the successful Bahraini participation in foreign forums, which also affirms the successful march of Bahraini equestrian sport and its prestigious position. His Highness noted that this achievement will be a motivation for upcoming Bahraini participations, wishing them continued success. His Highness hailed the efforts of trainers Simon and Ed Crisford in creating the ideal atmosphere for this participation. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, affirmed that the successes of the victorious Bahrain team for cycling international events affirms the status and capabilities of the team. His Highness praised the win of cyclist Bailo Bolbao as part of the World Tour Championship Series during the race that was held in Basque Spain. His Highness praised the role of uh, the team in representing the Kingdom and its keenness to make the highest achievements. He added that the players are exerting their utmost efforts. And affirmed his keenness to continuously support the team to achieve the desired goals. His Highness also praised the capabilities of cyclist Bilo Bulbo. The Minister of Foreign Affairs Dr. Abdulatif and Russia Zayani held a discussion meeting with the Russian Minister of Foreign Affairs, where they discussed the recent developments in the region. It's my honor to convey the greetings and appreciation of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa to the Russian President Vladimir Putin and their wishes for further progress and prosperity to Russia and its people. I affirm to you Bahrain's pride in its friendly relations with Russia and its keenness to develop the bilateral cooperation in all fields to benefit both countries and peoples. I am pleased with this visit for it being an opportunity to have discussions and exchange opinions towards regional and international issues that threaten the security and stability in europe and the middle east, particularly in ukraine. i thank your excellency for the warm reception and generous hospitality and i look forward to have a discussion that enhances bilateral relations. thank you. Thank you. The Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergei Lavrov, affirmed that Moscow considers Manama as a trusted partner in the Arab world, praising the distinguished relations between Bahrain and Russia. We have a distinguished relations, and Bahrain is a trusted partner in the Arab world. The Russian President Vladimir Putin and His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa are always in contact, and because of that, we witness the continuous developments in the bilateral relations and the many agreements signed in the fields of commerce, investments, and humanitarian, as well as coordinating on an international aspect. I look forward to discuss with you the regional developments, as we care about the updates from the Kingdom of Bahrain regarding the Middle East and North Africa in a press conference, the minister of foreign affairs, dr. abdulatif roshd said that the, he discussed with the russian foreign minister, sergei lavrov, the recent developments in the region. he added that both countries stressed the importance of reaching a peaceful resolution regarding the palestinian-israeli conflict. the minister also added that he discussed with his russian counterpart the developments regarding the russian-ukrainian situation and the need to reach a peaceful resolution regarding the issue and solve through peaceful dialogue. Thank you, Minister Sergei Lavrov, and allow me to take this opportunity to express my pleasure with this visit. Russia has a significant role internationally in enhancing peace and security. And today I held discussions with the minister and I expressed the deep rooted relations between the two countries. We affirmed the importance of furthering these relations in order to achieve the best interest for the two countries and their peoples. And we also discussed the situation between Russia and Ukraine and the need to reach a peaceful resolution to the conflict to maintain the security and stability of the two sides. I also affirmed Bahrain's firm stance towards the importance of committing to the principles of the UN to resolve conflicts through dialogue. And diplomatic means. Calling for peace is an approach and method of the Kingdom of Bahrain. We aspire for global peace, security, and prosperity, and putting an end to all wars and conflicts. In conclusion, I thank Your Excellency for the warm reception and generous hospitality. Thank you. A press conference was held in which the government land investment platform was launched, which is one of the programs of the economic recovery plan that falls under the priority of facilitating commercial procedures and increasing uh, their effectiveness. The minister of works, municipalities affairs, and urban planning, Aysam Khalaf, said that the platform is an innovative mean to facilitate investment procedures in government lands and to develop the optimal mechanism and governance of procedures related to government priority properties. The minister affirmed that the launch of the government land investment Platformer presents a new step within the government's continuous efforts to enhance cooperation with the private sector, with the aim of advancing economic development towards broader horizons. Khalif announced that the addition of 17 government lands as a first batch, noting that the offered lands include lands classified for educational, commercial, and recreational purposes. For his part, the CEO of the Real Estate Regulatory Authority Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa said that this platform aims to inventory government lands available for. Investment in one place to ensure the implementation of service projects in various regions of the kingdom. Bahrain has welcomed the Yemeni President Rabbo Mansour Hadi's issuance of a declaration to establish the Presidential Leadership Council to complete the implementation of the tasks of the transitional phase and to delegate to it the full powers of the President of the Republic in accordance with the Constitution and the Gulf Initiative and its executive mechanism. In a statement, the Ministry of Foreign Affairs affirmed the Kingdom's full support for the Yemeni Presidential Leadership Council to continue the efforts and uh, tasks entrusted to it to manage state affairs, complete the tasks. Of the transitional phase, achieve the aspirations of the Yemeni people for security, stability, and development, and end the Yemeni crisis through a comprehensive political solution between Yemeni parties to achieve peace, development, and prosperity for Yemen and its people.